ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في دين مع أهل القدر أنثوى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حالا لن دائما وأخلا أتكيا أولاما نعزى بالخير ونبقى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم في الرضا منك واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفير استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي وانهضة الوتر واحفظا هذا الكتاب وهديا رجاله على السنن وانصرا في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرا في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لي ونهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن وهديا على السنن وانصرا في العشايا والبركان وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وآل أهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررتك فانسبحت في أعلى صواحة ليش بمائها أمير العالمين وبعدي وعلى ذريتي وباتيني وظاهري أمررتك فانسبحت فيها الحصار أرواتي ليش دماء هميري على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وباتيني وظاهري أمررتك فانسبحت فيها الحصار أرواتي ليش دماء